عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد المستوى الثالث مادة مبادئ الاقتصاد الكلي. فأهلا بكم في محاضرتنا الخامسة والسادسة عن تحديد مستوى الدخل في المجتمع. فهنبدأ هذه هي في الكتاب الفصل الثالث والرابع والخامس وتجميع لهذه العملية. فهنبدأ بالفصل الثالث ألا وهو تحديد مستوى الدخل في اقتصاد مكون من قطاعين اثنين، ثم نتحدث عن اقتصاد مكون من ثلاثة قطاعات، ثم نتحدث عن اقتصاد مكون من أربع قطاعات وما يزيد في كيف نحدد مستوى الدخل التوازني ومستوى الدخل في المجتمع. هذا في كتابنا كما قلت يشمل الفصل الثالث والرابع والخامس. الفصول في كتابنا تتناول من الصفحات، سأريكم في كتابنا الفصول في كتابنا تتناول تحديد مستوى الدخل في اقتصاد ذو قطاعين، وهذا يأخذ معنا في شرحنا من الصفحة 127 ويستمر في العطاء والتقدم إلى أن نصل إلى الصفحة إن شاء الله نعم معكم إلى أن نصل إلى الصفحة 186 الصفحة 186. ثم نبدأ في هذا أيضا الباوربوينت في الفصل الرابع والذي يتكلم عن القطاع الحكومي ودوره في الاقتصاد الوطني، أي تحديد مستوى الدخل في اقتصاد مكون من ثلاث قطاعات، ويستمر هذا شرحا حتى يصل بنا إلى هذا في ورقنا أو في الباوربوينت بتاعنا حتى يصل بنا إلى الصفحة 231 الفصل الخامس في القطاع الخارجي ودوره في الاقتصاد الوطني في تحديد مستوى الدخل في اقتصاد ذي أربعة قطاعات. ويستمر شرحنا إلى أن ننتهي في الكتاب المقرر لنا عند نهاية الصفحة 250 كما ترون في الكتاب. ثم بعد ذلك يأتي نظريات الاستهلاك ونظريات الادخار، ولكن فلنعلم جميعا أن ربما سأسمينا محاضرتنا أو جزءنا هذا بتحديد مستوى الدخل في فصول، قلنا محاضرة الخامسة والسادسة، ولكن ربما يأخذ معنا السابعة والثامنة. يعني الباوربوينت هذا ممكن أن نستخدمه في أكثر من محاضرة، فإحنا سنبدأ معتمدين على الله رب العالمين في شرح ما نريده إلى أن يعني يشاء الله ويقدر لنا. فنبدأ في الفصل الثالث تحديد مستوى الدخل في اقتصاد مكون من قطاعين. وقبل أن أطرح هذه الأطروحة أخذكم إلى بعض الصفحات أريد أن أبدأ بها قولا. هذه الصفحات في موجودة، أنا وضع لكم الباوربوينت شامل وجامع إلى مختلف الكلام. فنذهب إلى صفحة 34 صفحة 34 أو 35 من 158 شريحة باوربوينت، لأنه قلت لكم هذا يشمل الفصل الثالث والرابع والخامس
وتلخيص لهذه الفصول، فربما يأخذ معنا كما قلت أكثر من محاضرة مسجلة. بداية أبدأ بالصفحة 34 ثم أرجع إليكم من الأول. ما هي محددات الناتج الكلي؟ ما هي محددات الناتج الكلي؟ ما هو الطلب والعرض الكليين؟ إيه هم دول؟ ماشي؟ ركزوا معاي، إيه هو اللي بيحدد الطلب الكلي والعرض الكلي؟ أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات، الاقتصاد الكلي، التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. أعلم أن مادة الاقتصاد الكلي دسمة نوعا ما عن مادة الاقتصاد الجزئي، لذا أحتاج منكم جهدا في المذاكرة والمراجعة والمتابعة، فيتحدد مستوى الناتج لأي دولة. هتكلم عن الطلب الكلي والعرض الكلي. إذ يتحدد مستوى الناتج لأي دولة بمحورين أساسيين، الجي دي بي جروس دوميستيك برودكت التي أخذنا فيها المحاضرة الثالثة والرابعة وأشر في المحاضرة المسجلة والمباشرة، وأخذنا فيها المحاضرة الثانية قبلها، يبقى الثانية والثالثة والرابعة. خدنا المحاضرة الأولى مسجلة مفاهيم أولية، ثم المحاضرة في مجال علم الاقتصاد والاقتصاد الكلي، ثم المحاضرة الثانية في الناتج القومي المحلي الإجمالي والقومي الإجمالي وبعض مشتقاته، الجروس دوميستيك برودكت جي دي بي أو جي إن بي أو جي دي آي، المشتقات المختلفة للناتج القومي والمحلي الإجمالي، للمحلي الإجمالي، لأن الناتج القومي الإجمالي كما قلت جزء من مشتق من مشتقات الناتج المحلي الإجمالي جي دي بي. وكما قلت ولا أراجع ولا أرجع إلى المحاضرة مرة أخرى، انظروا الفروق فيما بين الجي دي بي والجي إن بي والجي دي آي ومستوى الدخل والدخل الفردي فقلت الناتج المحلي الإجمالي هنا يعبر عنه بالعرض الكلي، وهو قيمة ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال فترة زمنية نهائية، قيمة ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات نهائية خلال فترة زمنية غالبا عام، أو قيمة ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات خلال فترة زمنية مقدارها سنة. هذا هو الجي دي بي أو الجروس دوميستيك برودكت، وقلنا عبارة أو الناتج المحلي الإجمالي، وقلنا يقاس بثلاثة طرق أو بطريق ثلاثة طرق. الطريقة الأولى برودكت موسد أو طريقة الإنتاج، والطريقة الثانية طريقة الإنكم موسد أو طريقة الدخل، والطريقة الثالثة طريقة إكسبنديتشر موسد أو طريقة الإنفاق لهذا الدخل الذي حصل عليه المجتمع. وقلنا الناتج المحلي الإجمالي الجي دي بي وما يعبر عنه هنا في محاضرتنا بالعرض الكلي أجريجيت أوف سبلاي أو أجريجيت سبلاي، العرض الكلي. إذن الناتج المحلي الإجمالي قيمة ما تنتجه البلد أو الدولة من سلع وخدمات، هو العرض الكلي اللي تملكه الدولة من إنتاج سلع وخدمات خلال سنة. والدخل أيضا العائد من الموارد الاقتصادية، واللي أدى بنا إلى الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الصافي وحسابات الدخل المحلي الإجمالي وحسابات الناتج المحلي الإجمالي منه، لأن هناك علاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي gross domestic income and gross domestic product، هو ده اللي جاي من الموارد الاقتصادية economic resources اللي بتملكها الدولة بيملكها الأفراد، فبيدخل لهم دخل إلى حافظتهم أو جيوبهم ينفق
بطريقة الدخل المحلي الناتج القومي المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، ويعادل هذا الطلب الكلي. الطلب الكلي لابد أن يحدث توازن ما بين الطلب الكلي والعرض الكلي، فيتحدد مستوى الناتج لأي دولة بمحورين أساسيين، هما مستوى الطلب الكلي وهو مجموع السلع والخدمات التي ترغب الوحدات الاقتصادية في الحصول عليها. الوحدة الاقتصادية هنا من فرد وإلى مجتمع، أي الكمية الكلية التي يمكن شراؤها عند مستوى أسعار معينة، ومستوى العرض الكلي. إذن يتحدد مستوى الناتج الإجمالي للدولة على طريق محورين، عن طريق محورين أساسيين: مستوى الطلب الكلي ومستوى العرض الكلي. والطلب الكلي هو مجموع السلع والخدمات التي ترغب الوحدات الاقتصادية في الدولة في الحصول عليه، سواء كانت أفراد أو حكومات، بمعنى الكميات الكلية التي يمكن شراؤها عند مستوى أسعار معينة. والنقطة الثانية أو العامل الثاني المحدد أو المحور الثاني المحدد هو مستوى العرض الكلي، أي مجموع الكميات التي يرغب القطاع الإنتاجي أو الاستثماري أو التجاري في بيعها وعرضها. جميل جميل الكلام ده. طيب، منحنى الطلب الكلي شكله إيه وما هي محدداته؟ شكله شكل منحنى الطلب العادي اللي خدته في الاقتصاد الجزئي، ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين ذو ميل سالب. علاقة بين الأسعار، مستوى العام للأسعار والكميات المطلوبة. طيب، مين بيحدده الطلب الكلي؟ يعني طلب الدولة يزيد أو ينقص، مين يحدده؟ مين اللي ينقله يمين وشمال؟ مين اللي يعمل له شيفت تو رايت وشيفت تو ليفت؟ وأنتم تعلمون الانتقال إلى اليمين يعني زيادة في مستوى الطلب الكلي، والانتقال إلى اليسار نقصان في الطلب الكلي. العوامل التي تحد أو تزيد من أو تقلل من الطلب الكلي هي C plus I plus G plus net export. وإيه هم دول؟ ما احنا خدنا في الاقتصاد. وإيه هم دول؟ احنا المعادلة بتقول انه محددات الطلب الكلي هي C plus I plus G plus net X EX، حيث النت EX هي الإكسبورت بورت ناقص الإمبورت. طيب، ثانية واحدة، بصوا معي كده على الورقة دي. إذا محددات الطلب الكلي هي C، ومين C يا عم الباشا؟ C ده جاية من consumption اللي هو الاستهلاك. وإيه تاني؟ جاية من I، الكلام ده قلناه. وإيه جاية I؟ جاية منين؟ من investment. الاستثمار. وإيه تاني؟ جي جاي منين الجي؟ لأن احنا قلنا هو سي بلس اي بلس جي بلس نت اكسبورت الجي. طيب، جوفرنمنت، اكسبنديتشر، وين غوفرنمنت اكسبنديتشر؟ وليه قلت هنا اكسبنديتشر؟ ما انا اقول ايضا انفستمنت اكسبنديتشر، وايضا كونسامبشن اكسبنديتشر.
يعني الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي. جميل. حلو الكلام. زائد مين تاني عم الريس؟ واحنا قلنا ايه الانفاق الاستهلاكي المرة اللي فاتت، وهذكر واقول هو جملة ما ينفق على شراء السلع والخدمات. وانا عندي انفاقين استهلاكيين، انفاق استهلاكي خاص للشعب والمجتمع، وانفاق استهلاكي حكومي. لكن الانفاق الاستهلاكي الحكومي قليل بالمقارنة بالاستهلاك الانفاقي الشعبي او الخاص. وعندي اثنين انفستمنت، اكسبنديتشر، انفستمنت اكسبنديتشر. الانفستمنت هو قيمة ما يوجه للادخار من الدخل بعد الاستهلاك، او قيمة الاموال الموجهة للادخار المحجوبة عن الاستهلاك او بعد الاستهلاك. انفستمنت، ما انت هتقول ادخار، سيف، ما خدتش ليه اس؟ لانه غالبا السيف او الادخار بيساوي الاستثمار زائد الاكتناز، الانفستمنت زائد هولدينجز. غالبا الدول ما عادتش والناس فهمت في الوعي ما عادتش بتعمل اكتناز، لأن الاستثمار هو الجزء من الادخار الموجه في الانتاج. أما الاكتناز هو الجزء من الاستثمار المحجوب عن الانتاج. يبقى أنا عندي في الانفستمنت غالبا ما فيش اكتناز دلوقت، كله بيدخل استثمار انفستمنت. عشان كده قلت السيف يعيض يعود يستعوض تستعوض بالاستثمار. والاستثمار نوعين، استثمار خاص او استثمار حكومي. وبعدين نروح للجي، government expenditure، الانفاقات الحكومية، والتي سبق ان تحدثنا فيها وقلنا هي عبارة عن ما تجمعه الحكومة بيمينها وما تنفقه بيسارها. الفرق، الحكومة بتنفق بيسارها، نفترض انه كلمة يسارها ليس المقصود بيدها اليسرى ولكن معبرة عن هذا الانفاق، وتجمع اموالها بيمينها، فتأخذ زكاة وضرائب وتجمع باليمين وتنفق في جانب اليسار. فما كما قلت الطرق والكباري والجامعات والمستشفيات هذا انفاق حكومي عام، انفاق حكومي عام. من ينفق عليه في الدولة؟ لا تنفق عليه الا الحكومات، ماشي. وايضا فيه انفاق حكومي خاص استهلاكي واستثماري، وفيه استهلاك حكومي استثماري وحكومي استهلاكي، government investment، government expenditure و consumption government expenditure. استهلاك حكومي استهلاك، انفاق حكومي استهلاكي هو ما تستهلكه افراد الحكومة وجماعة الحكومة القائمة على العمل الحكومي. وغالبا الاستثماري، الانفاق الحكومي الاستثماري لا يقارن ابدا به الاستثمار الحكومي، الانفاق الحكومي الاستهلاكي لقلة الاستهلاك. فننظر دائما الى الانفاق الحكومي هو كل استثمارات غالبا. فالحكومة بتاخد ضرائب زكوات وضرائب وتجمع بدها اليمين وتنفق في الاشياء العامة بدها الشمال، فتدي معاشات حكومية وتدي معاشات ضمانية وتنفق على الانفاق والطرق والكباري والتعليم. ففي بعض الدول لما نتكلم عن في الاقتصاد الكلي تاني ونتعمق، موجبة الانفاق الحكومي
صافي الإنفاق الحكومي هو جملة ما تجمعه الدولة ناقص جملة ما تنفقه الدولة، هذا هو صافي الإنفاق الحمد لله معذرته الحكومي. اعتذر. طيب في دولة زي ما قلت صافي الإنفاق الحكومي جملة ما جمعته الحكومة أو حصة الحكومة من الموارد الاقتصادية ناقص ما أنفقت عليه الحكومة، ففي دول تطلع بوزيتيف ودول تطلع نيجاتيف، أي دول يبقى الإيرادات عندها بوزيتيف عن المصروفات الحكومات، وفي دول بتمول هذا يبقى تمويل موجب يعني بتجمع أكثر مما بتنفق فعندها قدرة تمويلية، وفيه إيكوالز اللي بتجيبه كد اللي بتحمله ما بتحتاجش ديبتس ديون، وفيه حكومات تمول بالديبتس أو بالديون عشان تمول المشروعات اللازمة العامة والإنفاقات الحكومية اللي مجمعها ما مكفيش فبتاخد ديبتس أو ديون من قطاع استثماري محلي الاستثمار المحلي او من البنوك المحلية او من البنوك الخارجية او الدول الخارجية، وعلى رأس البنوك والدول البنوك الخارجية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سوشيال انترناشونال سوشيال فاند وانترناشونال بانك. هذه هي الجي الرابعة في النقاط اللي كانت مطلوبة. ثم يبقى معانا حاجتين، نت اكس بورت اللي هي صافي الفرق بين اكس بورت الصادرات والامبورت الواردات. فإذا كانت الدولة صادراتها أكثر من وارداتها بقت النت اكسبورت بتاعتها نت اكس صافي بالبوزيتيف، معنى ذلك سيضيف ذلك إلى الجي دي بي بتاعت البلد. وإذا كانت وارداتها أكبر من صادراتها معنى ذلك سيضيف سينقص ذلك من قيمة الجي دي بي بتاعت البلد. هذه هي شرح النقاط الأربعة التي تحدد الطلب الكلي، التي تحدد مستوى الطلب الكلي. دي بداية مداخل عندنا. هيبقى للحكومة للسي تأثير والآي تأثير والجي تأثير والإكس تأثير والإم بتأثير، كل منهم تأثير. ما هي خصائص منحنى الطلب الكلي هذا؟ واحد يميل إلى الأسفل، زي ما قلت ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين، يميل من الأعلى إلى الأسفل وإلى اليمين كنتيجة مباشرة لتأثير كمية النقود المتاحة بتغيرات الأسعار، فزيادة الأسعار مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة التي تؤثر في الطلب يعني انخفاض القوة الشرائية للنقود، مما يعني تراجع القدرة الشرائية على شراء كميات أكبر من السلع والخدمات، فهذا يؤثر في الطلب. أيضا من ضمن خصائص منحنى الطلب الكلي يتأثر بعوامل أخرى تؤدي إلى تغيير وضعه لليمين وإلى اليسار، shift to right shift to left كما قلت في الجزء سابقا على المستوى الجزئي. فألف متغيرات السياسة النقدية والمالية، السياسة النقدية في الدولة والسياسة المالية لها تأثير على نقل منحنى الطلب الكلي إلى اليمين أو اليسار، shift to right أو shift to left.
فما هي السياسة النقدية؟ هيجي الكلام عنها بس نأخذ ملمح من طلجات. هي السياسة التي ينفذها البنك المركزي اللي عندنا هنا في المملكة العربية، شرفها الله وحماها، المؤسسة النقد العربي السعودي. لأن زي ما قلت أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، في شرحي في بعض مواد النقود والبنوك، وهنتعرض هنا في الاقتصاد الكلي لأنكم ما بتاخدوش في مقرركم نقود وبنوك في أثناء دراستكم إلى بعض الأجزاء من النقود والبنوك التي نشير إليها، فهنتكلم عن السياسات دي، وهنتكلم عن البنك المركزي وبعض البنوك التجارية أو البنوك التجارية بصفة عامة. فكل دول العالم لها بنك مركزي يسمى البنك المركزي إيش؟ البنك المركزي المصري، البنك المركزي الأمريكي، البنك المركزي البريطاني، البنك المركزي البلجيكي، إلا بدولتين رئيسيتين، المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، سوري، عندهم مؤسسة النقد العربي السعودي ومؤسسة النقد العربي الكويتي، وهما ما تقومان بنفس مسمى البنك المركزي ونفس الدور ونفس العمل، مما يؤثر على حجم المعروض. السياسة النقدية، السياسة التي تنفذها البنك المركزي. البنك المركزي من خصائصه الرئيسية، هيئة الحوار، هو المسؤول عن منوطة شوس اوف ماني، عملية طبع النقود، وهذا يؤثر بالطبع في سياسته على حجم المعروض من النقد باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة، نزود ولا نقلل، أمثال الانترست ريت، سعر الفايدة، وأمثال الاحتياط النقدي وسعر الخصم. والسياسة المالية السياستين بتتبعهم الدولة، نقدية ومالية، مونيتري بوليسي وفيزيكال بوليسي. السياسة المالية وهي السياسة التي تنفذها الحكومة، ماشي، نمرة 2 ألف وبه متغيرات السياسة النقدية والمالية به، هذه من العوامل الأخرى التي تؤثر على نقل منحنى الطلب الكلي إلى اليمين ولا اليسار، متغيرات خارجية، كفانا الله وإياكم مشكلات الحروب، وأمن لنا ولكم بلادنا وبلادكم، والثروات، وتغيير أسعار السلع والخدمات الأساسية في عملية التجارة الخارجية للبلاد المعني بالدراسة. هذا هو منحنى الطلب الكلي والمؤثرات والمحددات التي تحدده. أنتقل بعد ذلك إلى محددات العرض الكلي، منحنى العرض الكلي ومحددات العرض الكلي. منحنى العرض الكلي كما ترون علاقة أيضا بين أسعار وكميات، مستوى العام للأسعار ومستوى الجي دي بي بتاعت البلد. يديني منحنى العرض الذي يتزايد بالاتجاه من أسفل إلى أعلى جهة اليمين، كلما زادت مستوى الأسعار كلما حاولنا زيادة، أو حاول المنتجون والمستثمرون هاوسهولدنج البرودكت سيكتور أو انفستمنت سيكتور أو بروديوسر سيكتور بزنس مان اند وومن بزنس سيكتور بأن يزيدوا من السلع والخدمات. وما هي محددات العرض الكلي؟ الناتج المحتمل potential product اعتمادا على الاستغلال الأمثل للموارد، فإذا استغلينا الموارد استغلال أمثل هيصل الناتج المحتمل إلى أعلى ما يمكن، ويختلف استغلال الموارد استخداما أمثلا من دولة إلى أخرى. 2 مستوى الأجور، أيضا كلما زاد مستوى الأجور يتوقع زيادة الجي دي بي أو مستوى الإنتاج وكفاءة عنصر الليبر. منحنى العرض الكلي عبر الزمن، هنشوف ايه متغيراته في الزمن. في المدايين عندي هتكلم عنهم، في المدى القصير هو المنحنى الطبيعي حيث يميل او ينحدر من اعلى من اسفل الى اعلى جهة اليمين، يتزايد من اسفل الى اعلى جهة اليمين،
لأن الموارد في اللحظة المباشرة غير مستغلة كلها بالكامل أو ليست بأعلى كفاءة. ماشي؟ كل زيادة في الأسعار تؤدي لمزيد من الاستغلال الكامل للموارد. أي هناك علاقة طردية بين الأسعار واستغلال الموارد استغلالا أمثلا، أي تحقيق aggregate of supply أكثر أو عرض أكثر. ثانيا في المدى الطويل سنكون قد استغللنا الموارد التي لدينا economic resources في الدولة إلى أعلى ما يمكن من استغلاله. وإحنا عرفنا المدى الطويل والقصير في الاقتصاد الجزئي، قلنا المدى القصير هو الزمن الذي لا أستطيع تغيير كل الموارد الاقتصادية فيه، إنما أغير جزئية خفيفة في الموارد. والمدى الطويل هو الذي يمكنني أن أغير كل عملية الكفاءة الإنتاجية. وبالتالي في حالة المدى الطويل سأستغل الموارد الاقتصادية استغلالا أمثلا. فإن أي زيادة في الأسعار في المدى القصير كانت تدفعني إلى الاستغلال الأمثل للموارد فتدفعني بزيادة الكميات المعروضة، لكن في المدى الطويل فإن أي زيادة في الأسعار لا يمكن أن تؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة، مما يؤدي إلى أن يكون منحنى العرض عموديا أي عديم المرونة. في المدى القصير درجات المرونة مختلفة. شفت هنا بقي المنحنى مفروض نحط هنا بي وهنا كيو كذلك، ما ينفعش الخطوط كده بس هي توضيحية. المنحنى هنا يكون عديم المرونة أي استخدمت الموارد استخدام أمثل. وهنا يا جماعة مشكلة الامبلويمنت أو البطالة في المدى القصير مش مشكلة نقدر نحل طالما في إمكانية لزيادة الإنتاج. المشكلة لو أن المجتمع يستخدم موارده الاقتصادية استخداما أمثلا ولا يمكن زيادته، يعني العرض عمودي، مشكلة البطالة هنا. جميل، حالة التوازن ما بين العرض والطلب، احنا وضحنا العرض والطلب، حالة التوازن الإكوليبريم. عندي مدخل يسمى المدخل الكنزي في تحقيق التوازن. كنز زيارة كنز إمكانية تحقيق التوازن قبل الناتج الكامل أو قبل مستوى التشغيل الكامل، أي أن يصل إلى نقطة التوازن أقل من تلك النقطة. انظروا معي، أدي التشغيل الكامل للموارد هيديني الأجريجيتس S، كما أنه قبل التشغيل الكامل عندي أجريجيت S في شكل له درجات مرونة مختلفة، لكني لما نستخدم الموارد كاملة الأجريجيت S يكون أفقي، والأجريجيت ديماند واخد شكل المرونة الطبيعية للطلب العادي، أي يتزايد الطلب بانخفاض مستوى العام للأسعار ويقل الطلب بزيادة المستوى العام للأسعار. قد يحدث التوازن في المدى القصير فيحدث عند النقطة A اللي أنا أشير إليها بالكرسر، ولكن في المدى البعيد لما نستخدم أعلى ما يمكن موارد أعلى ما استخدام هيحدث التوازن عند النقطة هذه، لأن منحنى العرض هيكون رأسي وأدي منحنى الطلب، فغصب عني هيكون هنا التوازن. أي يصل إلى، بيقول كنز يرى كنز إمكانية تحقيق التوازن قبل مستوى الناتج النهائي أو البوتنشال المحتمل أو الكامل، أي مستوى التشغيل الكامل، أي أن يصل إلى نقطة التوازن أقل من تلك النقطة. هذا التشغيل الكامل التوازن هنا لا حصل توازن عند نقطة كمية أقل من الإنتاج، يمكن والتي يمكن تحقيقها في ظل التشغيل الكامل للموارد كما يوضح الرسم. توضيح
نقطة إيه تشير إلى مستوى الناتج الحقيقي في الاقتصاد، هو الناتج الحقيقي اللي تفاعل العرض والطلب، وكما هو ملاحظ فإنه أقل من مستوى التوظيف الكامل للموارد، لأن التوظيف الكامل يدين العرض ده الأفق الرأسي عديم المرونة، أما التوظيف غير الكامل اللي لسه في إمكانية زيادة كفاءته للموارد يدين العرض اللي انتو بشايفينه ايه اس اللي ماشي عليه الكرس. فتشير النقطة ايه الى مستوى الناتج الحقيقي في الاقتصاد كما هو ملاحظ فانه اقل من مستوى التوظيف الكامل، وبالتالي فان زيادة الاسعار تعمل على زيادة الكميات المعروضة، وبالتالي الاقتراب شيئا فشيئا من مستوى التوظيف الكامل مع الوصول الى مستوى التوظيف الكامل يتحول منحنى العرض الى خط عمودي كما قلت، ويلتقي الخط العمودي مع منحنى الطلب اهو عند النقطة دي، فيكون التوازن عند الكمية هذه بدلا من سابقتها هذه. في مدخل اسمه المدخل التقليدي في التوازن، الفكرة الأساسية بتاعته أن الاقتصاد يعمل عند مستوى توظيف كامل، بيفترض فيه أن الاقتصاد بيعمل عند توظيف كامل، يعني الموارد الاقتصادية موظفة توظيف كامل، أي منحنى العرض عمودي، أي أن أي اختلال في التوازن بين مستوى العرض والطلب الكليين يرجع من جديد بسبب مرونة الأسعار، وتوضيح ذلك أن وجود فائض طلب أو عرض سيجعل الأسعار تتحرك بالسرعة الكافية لإعادة التوازن. يعني بيقول المتسبب في عدم التوازن هو التغير السعري، فلما نغير سعري رايح يحصل توازن لأنه العرض واصل أقصى كما هو متوقع أو مفترض أن الموارد الاقتصادية تعمل بأقصى طاقتها. والرسم التالي يوضح الآلية. الاقتصاد عند مستوى توظيف كامل أي معروضه في الخط الرأس الفيرتيكال لاينز ده، العرض اللاينز AS آخر ما يمكن أن نستخدمه من الموارد هو هذا العرض أن احنا ننتج الانتاج ده، ولكن عندنا طلب فممكن الطلب يتغير رايح جاي نتيجة تغيرات الأسعار، فيتغير التوازن من النقطة A إلى C أو من C إلى A، والكمية المعروضة لم تتغير على الإطلاق، إنما حصلت تغيرات سعرية، السعر بس اللي تغير أهو، لكن الكمية التوازنية كما هي. فبيقول العوامل السلبية تؤدي لانتقال منحنى الطلب إلى D2 من D1 إلى D2 AD1 إلى AD2، ومع ثبات الأسعار ينتقل الناتج إلى B2 مع ثبات الأسعار، ماشي، حيث يوجد فائض عرض بدلا من B2 هنا، ولكن بتفعيل آلية الأسعار والأجور فإن المستوى العام للأسعار سينخفض إلى أدنى مستوى له C وبالسرعة الكافية لكي يعود الاقتصاد إلى حجم العرض السابق الأساسي. مرة تانية، كان التوازن عند إيه؟ لو عوامل سلبية في الطلب هينقل الطلب ويوصل عند B ثم يرتد إلى C فيرجع مرة أخرى بتوزيع عدالة الأجور إلى إيه؟ لأنه الموارد مشغلة أعلى تشغيل، وتكنولوجيا تشغيل الموارد والإدارة يجعل عندي مرونة في منحنى العرض الكلي. الدخل التوازني، مكونات الناتج المحلي إيه هي؟ الاستهلاك زي ما أنا قلت C القطاع العائلي، الاستثمار القطاع التجاري أو ما يستثمر، يعني الرمز ومين اللي القطاع المسؤول عن هذه الأعمال، فالاستهلاك consumption C والمسؤول عنه القطاع العائلي، الاستثمار I investment والمسؤول عنه القطاع التجاري والبنكي، والإنفاق الحكومي G والمسؤول عنه الحكومة government sector، والصادرات X والمسؤول عنه قطاع الصادرات export sector، والواردات M
والمسؤول عنه قطاع الامبورتس او الواردات او الصادرات والواردات اكس اند ام، والمسؤول عنه الفورن تريد سيكتور قطاع التجارة الخارجية. والناتج المحلي جي دي بي او الدخل يرمز له بالرمز واي احيانا، يطلق عليه الطلب الكلي اجريجيت ديماند او الانفاق الكلي اجريجيت اكسبنديتشر اي اي. فواي اللي هو الدخل، الاجريجيت ديماند اللي انا شرحته في الورقة من شوية دي، هنرمز له احيانا هنا بالرمز واي، جاي من السي والاي، سي بلس اي بلس جي بلس اكس ماينس ام. فالاجريجيت اكسبنديتشر الانفاق العام الكلي، او الاجريجيت ديماند الطلب الكلي، او الواي الدخل الكلي، او الجي دي بي، كلهم يساووا بعض الناتج المحلي الاجمالي. اذا الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع قيم النقدية للسلع النهائية المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة معينة، وده قلناه. والدخل الكلي ايضا هو مجموع ما تحصل عليه قطاعات الانتاج المختلفة او عناصر الانتاج المختلفة economic resource المستغلة او الموارد الاقتصادية في دخول تلك السنة. جميل. والانفاق الكلي ايضا هو عبارة عن الطلب الفعال في اقتصاد ما هننفق ايه. والثلاثة دول كلهم بيدوني الجي دي بي ومشتقاتها. مفهوم الدخل التوازني، الوضع التوازني يكون عندما يتساوى الناتج المحلي مع الدخل او الانفاق. هنسمي الدخل او الانفاق يعني الاجريجيت اكسبنديتشر الانفاق الكلي يساوي الدخل يساوي الجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي. اثار اختلال وضع التوازن، يعني لو توازنت العملية دي تبقى الدولة متوازنة، حالة اتزان. هل اختلال وضع التوازن اثار؟ يعني افضل تكون الامور، يعني الامور متزنة، يعني ما ننتجه يساوي ما ننفقه يساوي دخولنا، الدائرة تكون كده صح، دائرة الانفاق الدائرة التدفق الدائري للعملة او للريال يكون صح لما يكون جي دي بي تساوي الدخل تساوي الانفاق. ايوة. طب اثار الاختلال تؤدي الى ايه في حالة زيادة اوجه الانفاق عن الدخل؟ لو هننفق الـ AE aggregate expenditure اكتر من الـ Y الـ income اللي هي نفسها الـ GDP، لانه الـ Y هي عائد استخدام الموارد الاقتصادية Land Labor Capital Enterprise تسمى Return of Economic Resource. وزي ما اذكركم تاني ان الارض عائدها الـ Rent الإيجار الارض وما وعت، و رأس المال عائده الانترست ريت سعر الفايدة، و العمالة عائدها الويجز او الاجور ويجز اند سالري الاجور والرواتب، والادارة عائدها بارت اوف بروفيت جزء من الارباح. فلو حدثت زيادة في اوجه الانفاق عن الدخل، اي زيادة المطلوب انفاقه عن قيمة ما تم انتاجه فعلا في الاقتصاد، هذا سوف يؤدي الى استنزاف المخزون، لانه بيبقى عندنا مخزون. فيه يا جماعة استثمار في المخزون واستثمار في الثابت، وفي عندي سلع مخزونة للتعويض الانتاجي، مخزون سلعي، حتى انتم ترون ان المحلات الصغيرة بيعرض وعنده مخزون، المحلات عندها عرض وعندها مخزن حاطط فيه مخزون يساوي به العرض يقابل به الطلب. فلو زاد الطلب عن انتاج الاقتصاد لاضطررنا الى السحب من المخزون ونستنزفه. استمرار استنزاف المخزون سوف يؤدي الى نفاذه
وبالتالي رفع مستوى الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد، نبدأ ننتج. ثانيا، نقصان أوجه الإنفاق عن الداخل سوف يؤدي بنا إلى فائض سيربلس، يعني هنا سوف يكون عندنا شورتج أو عجز، هنا يكون عندنا فائض. نقصان أوجه الإنفاق عن الداخل سوف الفائض الذي لم يتم استهلاكه من الفلوس سيتحول إلى مخزون سلعي، سيتحول إلى مخزون استثماري لدى القطاعات المنتجة، وتراكم هذا المخزون سيؤدي إلى اتخاذ قرار حول مستوى الإنتاج الفعلي في الاقتصاد، نوقف شوية نقلل. فالنتيجة الوضع التوازني في الاقتصاد يتحدد عندما يكون إجمالي الإنفاق مساو تماما لمستوى الإنتاج، وبالتالي فتحديد الدخل التوازني سينطلق من تساوي الدخل المتآتي من الإنتاج الفعلي مع مستوى الإنفاق في الاقتصاد. الله عليك يا دكتور، خدتنا قبل ما تعنون تحديد الوضع التوازني الأمثل أو الوضع التوازني في قطاعين وثلاثة وأربعة، أو في اقتصادات مكونة من قطاعين وثلاثة وأربعة، وندخل في حاجات معقدة. الأول خدتنا سلسلة ما بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وقلنا النتيجة لازم يتوازن في الاقتصاد إجمالي الإنفاق مع إجمالي الإنتاج حتى يكون الوضع أفضل ما يكون في الاقتصادات. طيب هنا في هذا التحديد، تحديد مستوى الدخل، ادي كفة الانتاج الجي دي بي، وادي كفة الاستهلاك او الطلب، ادي كفة العرض، وادي كفة الطلب. قلنا التوازن يعني ميزان، يعني علامة يساوي في النص، ميزان. فالجي دي بي تمثل العرض، والسي زائد اي زائد جي زائد اكس ماينس ام صافي الصادرات يساوي جانب الانفاق او الطلب. هنا المدخل وضح نموذج من اربع قطاعات، اقتصادي من اربع قطاعات، لكن احنا الاقتصادات تطورت عندنا اقتصاد من قطاعين ثم ثلاثة ثم اربع قطاعات. فانا برضو في الشرح التدريسي بعد ما ادي خلفية عن مدخل تحديد مستوى الدخل التوازني، هديك تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد من قطاعين ثلاثة أربعة، عشان ناخد أبلايد على الثلاثة على الكل. فإن أدي بس الخلفية عن تحديد التوازني الدخل التوازني، يبقى الجي دي بي وهي مستوى العرض ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات، يساوي العرض الكلي يساوي الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، الطلب الكلي اللي هو صورة للإنفاق الكلي. جي دي بي قيمة منتج المجتمع من سلع وخدمات يساوي الإنفاق الكلي أجريجيت إكسبندتشر اللي هو سي إكسبندتشر آي إكسبندتشر جي إكسبندتشر نت إكسبورت إكسبندتشر، الإنفاق الاستثماري كونسامبشن إكسبندتشر الإنفاق الاستثماري الاستهلاكي، والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وإنفاق التجارة الخارجية. الميزانين دول يتساووا، عشان كده قلنا جانب الأجريجيت إكسبندتشر هو جانب الأجريجيت ديماند، هو المكون من السي زائد الآي زائد الجي زائد الصافي بتاع الإكس ماينس إمبورت ماينس واردات إم. والوضع التوازني يحدث عندما يتساوى الدخل مع الإنفاق، أي واي تساوي إي، الدخل يساوي الإنفاق الكلي. مثال، يمكن إعادة كتابة المعادلة
بتاعت الدخل التوازني كما يلي: واي تساوي ايه زائد بي واي زائد اي زائد جي زائد اكس ناقص ام، حيث السي هنا الاستهلاك دالة في الداخل. هنرجع نجيبه برضو من الاول، هشرح حالك. وباختصار يمكن اعادة كتابة المعادلة بالطريقة دي، فهيدخلنا في الميل التوازني والميل الحدي للاستهلاك والوضع التوازني وشكله بيانيا. افضل لي في الشرح دلوق قبل ما اقول التساؤلات دي، يبقى انا اخدت معاك هنا الى غاية الشريحة 52، اي بدأت بالشرح من الشريحة عشان افهمك النقطة دي. أربعة وتلاتين، يبقى بديت بالشرح من الشريحة 34، يبقى بدأت الشرح من الشريحة 34 إلى الشريحة 52. ليه؟ علشان أبين مدخل للوضع التوازني، ثم رجعت ونبدأ نشرح تحديد التوازن في قطاعين أو أكثر من قطاعين ثلاثة أو أكثر من ثلاثة أربعة، ستيب باي ستيب. فعنواننا نقدر نقول مرة تانية: تحديد مستوى الدخل في اقتصاد مكون من قطاعين. مكونات الناتج المحلي، ايه هي المكونات في الاقتصاد اللي من قطاعين؟ نفترض اقتصاد مبسط او مغلق، يسمى مغلق او بسيط، يتكون من قطاعين فقط: قطاع العائلي وقطاع رجال الاعمال، قطاع الانتاج وقطاع الاستهلاك، قطاع العائلات وقطاع الاستثمار، قطاع يملك الموارد الاقتصادية وقطاع يملك الفكر الانتاجي، وبالتالي لا يوجد تبادل مع العالم الخارجي. أنا مغلق على نفسي كاقتصاد، أأكل ما أنتج وأنتج ما أريد، أأكل ما أنتج أو استهلك ما أنتج وأنتج ما أريد استهلاكه، ماليش دخل بالعالم الخارجي، وكمان مش عايز حكومة، مش عايزة تنظيم العملية معاي لأنها بسيطة ما بين المنتجين والمستهلكين، مش بتعقد، لأن الاقتصاد كل ما بيتعقد هذا سمبل النظام القديم، العائلات والبدو، يعني افترضنا عيلة ساكنة في الصحراء بدو مع بعض، ينتجوا اللي يأكلوه ويأكلوا اللي ينتجوه، هذا قطاع انتاج وقطاع استثمار. مع تطور الاقتصادات أصبح ما ينفعش، فبقي في قطاع بنوك، قطاع حكومة، قطاع مالي، قطاع تجارة خارجية، فتطورت الاقتصادات وتعقدت. فلتحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد ذو قطاعين يلزم أن نتعرف على كل من دالة الاستهلاك ودالة الادخار. ايه هي دالة الاستهلاك وايه هي دالة الادخار؟ هتنشرح كده معاك لما ألضم في صفحة 34 اللي أنا بديت من شرحي بعديه، يعني كان واجب بأمانة نجيب من 34 ل 52 في الأول، وده اللي هعمله لك في الرفع قبل ما أرفع لك المحاضرة هذا المسجلة، ماشي خلاص؟ قبل ما أرفع لك المحاضرة البي دي اف هناك هجيب لك الصفحة 34 نمرة واحد لغاية لما نوصل حد 52، وبعد كده يبدأ العرض بتاع واحد مطرح 52، ماشي؟ هتشوفوا الترقيم أو أسيبها لكم تمشوا على نفس المسموع زي المكتوب. يقسم الدخل المتاح اللي معاك اللي مسموح لك به تصرفه عادة يقسم الدخل المتاح
اللي في جيبك المتاح للاستهلاك للأفراد في الدولة، إلى C استهلاك وادخار S. جميل، يعني الدخل يساوي C زائد S. يعني بأمانة الآي هنا رمز الآي جاية من قصدي من income بتساوي C استهلاك consumption زائد S الادخار. يعني الدخل بيساوي الاستهلاك زائد الادخار. قلنا غالبا الادخار نوعين، استثمار واكتناز. غالبا الاكتناز في معظم الدول مش موجود، فأصبح الدخل أو نسبته قليلة يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار. فالدخل انكم والاستثمار انفستمنت، الاي والاي، عشان كده اضطريت قلت على الدخل هنا في المعادله دي انكم، والاستثمار استعدت عنه ب اس او انفست. فتكون المعادله من هو، ما هو الدخل، ما هو الدخل المتاح معروف درسناه هناك، ما هو الاستهلاك الجزء الذي يذهب الى الانفاق على السلع والخدمات، ما هو الادخار هو ذلك الجزء من الدخل غير الموجه للاستهلاك، الجزء اللي حجبناه عن الاستهلاك، هنا كاتب من الدخل غير المستهلك، لا الذي حجب عن الاستهلاك، لاني مش بقعد استهلك لغايه لما اشبع على الاخر واقول اللي يتبقى استعمل له ادخار. ده ادخار الناس اللي ما عندهاش وعي ادخاري او استثماري، لأنه احنا خدنا الفرق بين الدخل والثروة. والدخل هو مجهود، قلنا الدخل هو مجهود قوة الموارد الاقتصادية، والثروة هي ثراء جه مفاجئ أو تغيرات ثروة جات في لحظة، والثروة بتولد الدخل، بتولد أوفر في الدخل. فيمكن التعبير عن دالة الاستهلاك، فالدخار يجب أن يكون عندي وعي ادخار لازم، لأنه كما يقولون القرش الأبيض ينفع في اليوم الكذا الأسود، أي ادخر لكي تستطيع أن تقاوم الحياة. فالناس اللي عندها وعي استهلاكي، وعي ادخاري ووعي استهلاكي، دائما عندهم rationality of consume، ترشيد في الاستهلاك، فبالتالي بيحصل عنده increase to save او increase to investment. يمكن التعبير عن دالة الاستهلاك رياضيا على النحو التالي: C بتساوي A plus BY. C دالة الاستهلاك بتساوي A plus Y. طيب اهي دي اسمها دالة الاستهلاك، بس رجائي اتابعوا معاي step by step. السيدة حجم الانفاق استهلاكي، والواي ده الدخل المتاح للانفاق، والايه دي الاستهلاك لو دولة صفر، الاستهلاك لو لم يكن هناك دخل او اثناء الدخل يساوي صفر. يعني لما الواي تساوي زيرو تكون الايه دي تساوي حجم الاستهلاك التلقائي. وعندي أمثلة كده دايما أقولها، الشحاس
شحاذ يعتبر بدون دخل، هيستهلك ولا مش يستهلك؟ بيشحت ويستهلك. كذلك الدول لو ما عندهاش دخول خالص في حد أدنى الاستهلاك هتستهلكه ضروري، استهلاك الضروري. لما بيزيد الدخل، كل ما بيتغير الدخل ويزيد، بيزيد معاه الاستهلاك علاقة طردية بمعدل يساوي البي. فالبي عبارة عن الميل الحدي للاستهلاك أو التغير الحادث في الاستهلاك نتيجة تغير الدخل أو التغير الاستهلاكي أو الاستهلاك المبني على الدخل. جميل، تعال نرجع. سي تساوي ايه زائد بي واي، بي مضروبة في واي يعني. فسي تمثل الاستهلاك والايه تمثل ثابت عبارة عن الاستهلاك المستقل او التلقائي. سوري يا اخوان، اللي هو قيمة الاستهلاك عندما يكون الدخل صفرا زي ما قلت لكم، والبي تشير الى الميل الحدي للاستهلاك، والواي تمثل الدخل المتاح. تعالوا معي، ما زلنا نتابع. ايه هو الميل الحدي للاستهلاك اللي هو البي؟ ما هو الميل الحدي للاستهلاك البي؟ يرمز اليه بالرمز بي في المعادلة، لانه سي تساوي ايه بلس بي واي. ايه هو؟ هو بالانجليش قال عليه، يقال عليه بي ام بي سي رمزه. ليه؟ جاي من مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم، الميل الحدي للاستهلاك. ترجمة الكلمة جاي، اذا ام بي سي زي ما قلت الاقتصاد بياخذ الحروف الاولى او استعاض عنها بي البي، وهو يعني التغير change to consume في الاستهلاك، change to consume أو in consume مقصود divided by مقسوما على التغير change to impossible income أو possible income الدخل المتاح. إذن الميل الحدي للاستهلاك هو عبارة عن التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل المتاح، مما يعني أن marginal propensity to consume equal delta consumption delta C على delta Y. delta هنا التغير والتغير، وخدتوا الكلام ده وعارفين. جميل، ما زلنا نتابع مصطلحات. أيضا في حاجة اسمها الميل المتوسط للاستهلاك، الميل المتوسط للاستهلاك يبقى فيه الميل الحدي للاستهلاك ويرمز له بالرمز بي أو ام بي سي، جاية من marginal propensity to consume، وفيه الميل المتوسط للاستهلاك average propensity to consume ABC، average propensity to consume يرمز له بال ABC، وهو عبارة عن الاستهلاك على الدخل المتاح. يعني متوسط نصيب الريال المتاح انفاقه من حجم الاستهلاك. جميل، تعالوا نرسم دالة الاستهلاك بيانيا، نوضح دالة الاستهلاك بيانيا مع منحنيين، علاقة الاستهلاك بالدخل. أولا علاقة طردية، بمعنى كلما زاد الدخل كلما زاد الاستهلاك. هنمثل الدخل على horizontal line الخط الأفقي واي او الدخل المتاح، والاستهلاك سي
consumption على ال vertical line أو الخط الرأسي. أحبابي وأحبائي، هناك استهلاك حتى لو الدخل صفر، هناك استهلاك واجب أنه عندما يكون الاستهلاك الدخل صفر يكون الاستهلاك صفر. عندما يكون الدخل صفر يكون الاستهلاك صفر. إذا حكمت أنت على من ليس لديه دخلا أن يموت ومعهش يأكل، إذا حكمت أنت على الدخول للدول الفقيرة التي دخولها منخفضة أن تموت، اللي ما عندهاش دخول خالص. لا، وديننا الحنيف، أربط الاقتصاد بالدين هنا في الحتة دي، أباح المحظورة أو الميتة بمعنى أصح في حالة الموت خوفا من الجوع، أو الخوف من الموت من الجوع. استهلك أي حاجة، ففي حد أدنى للاستهلاك عندما يكون دخل صفر. معيش أجيب، أنا معيش أجيب أصلا. فعندما يكون الدخل صفر تبدأ دالة الاستهلاك من الألف. في المثال عندنا مستوى الدخل تراكمي، خط زاوية 45 يعني بيزيد، وكلما زاد الدخل كلما زاد الاستهلاك. دالة الاستهلاك ما تبدأش من الصفر، يعني في ناس تدخلها صفر نعم، لكن استهلاكها ما يبقاش صفر، يبقى قيمة اللي هي الايه اللي بيعبر عنها هنا في الدالة بالايه سي consumption، دالة في الواي الدخل في الانكم، هنا رمز عن الانكم بالواي، وده افضل يبقى خرجنا من العلاقة انه فيه investment وفيه اي وفيه انكم وكلهما ياخد رمز الاي. لا، قال الانفستمنت خلاص تاخد الاي، الانكم تاخد الواي. جميل. فالاربعة الاف اللي في الالف اللي في الرسم دي هي قيمة الاستهلاك لما الدخل صفر. مع زيادة الدخل ماشي على الكرسول يزيد دالة الاستهلاك، يزيد حجم الاستهلاك زيادة موجبة. ليه؟ هناك علاقة طردية بين زيادة الدخل وزيادة الاستهلاك، إلى أن نصل إلى نقطة هنا عند الدخل 4000 يكون الاستهلاك مساوي للدخل، يكون الاستهلاك مساوي للدخل. يعني بنستهلك كدولة قد الدخل بتاعنا، بعد كده يستمر الدخل في الزيادة وتستمر الاستهلاك في زيادة أقل منه دالة الاستهلاك، فيكون الفرق هنا في الجزئية دي ادخار موجب، وهنا الادخار صفر وهنا الادخار سالب. هيأتي الشرح دي اسمها دالة الاستهلاك، رسم بيان لدالة الاستهلاك. دالة الاستهلاك بدأ من 100,000 ورايحة ماشية، والادخار ماشي بس بزاوية 45. جدول يبين العلاقة القائمة بين الدخل والاستهلاك والادخار. جميل. الدخل المتاح بالريال واي، الاستهلاك المتاح بالريال سي، الاستهلاك سي، الادخار اس، او اللي هو في الاساس انفستمنت، اللي هيروح انفستمنت لان عندنا الادخار زي ما قلت اكتناز واستثمار، فما فيش حاجة ان شاء الله هتروح عند الاكتناز لانه الناس عندها وعي اقتصادي فهتروح الى الانفستمنت الاستثمار هذا او الادخار. ولاحظ معي لما كان الدخل صفر الاستهلاك كان 1000، يبقى الادخار بايه؟ خد بالك في معادلة انا قلتها من شوي، قلت الدخل المتاح يساوي الاستهلاك زائد الادخار. الدخل المتاح اللي هو هناخد له الرمز واي هنا بيساوي الاستهلاك زائد الادخار، اهو الدخل يساوي الاستهلاك
زائد الادخار. هذا هو الدخل، هذا هو الاستهلاك، هذا هو الادخار. خد بالك معي وشوفها برضو مرة تانية. الغدي الواي بتساوي سي زائد اي، الدخل يساوي الاستهلاك زائد الادخار. جميل، حلو الكلام. طيب لما الدخل صفر والاستهلاك 100 يبقى الادخار كام؟ حسب المعادلة اللي احنا لسه قايلينها يساوي ماينص 100 ماينص 1000. يعني الدخل صفر والاستهلاك الأدنى للشعوب 100 1000، يبقى الادخار بالسالب. في حاجة اسمها ادخار بالسالب؟ ما دي الفكرة اللي شرحتها في الأول، قلت الأكل من المخزون، أخذ المخزون. فاكرين لما كنت أشرح التوازن ما بين العرض الكلي والطلب الكلي؟ فقلت لو زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي لأخذنا من المخزون، فأثر ذلك على الجي دي بي أو على مستوى الإنتاج، مخزون الاستثماري. يبقى 1000 صفر دخل سوى استهلاك ضروري لازم يحصل 1000، يبقى الادخار بالسالب 1000. طب لو الدخل وصل 1000 زاد، الاستهلاك ما يزيدش بنفس نسبة زيادة الاستهلاك الدخل، يعني زيادة الدخل، يعني الدخل زاد 100% مثلا، ما يزيدش الاستهلاك ب 100%، زاد بنسبة 75%، فوصل الاستهلاك 1750. يبقى زاد الادخار إلى ناقص 750. سامع واحد بيقول لي ناقص 750 وتقول لي زاد الادخار؟ أقول له أيوه، ما الادخار كان بسالب 1000، بقي بس بسالب 750، أي زاد 250، فخلت سالب 1000 إلى سالب 250 فقط. يبقى زاد الادخار بس ما زال بالقيمة السالبة، ما زلنا بنأكل من المخزون. طب زاد دخلنا، الدخل إلى 2000، فزاد الاستهلاك إلى 2500، فزاد الادخار وأصبح بسالب 500، لأنه سالب 500 أقل من سالب 750 ألف، أي عندي زيادة 250 زادت في الادخار اللي هي وفرها الاستهلاك، زادت في زيادة الاستهلاك لما قل وفر من الدخل مبلغ. طب عندي 3000، أصبح الادخار السالب 250 ألف بس 250. عندي 4000، أصبح استهلاكي 4000، أصبح ادخاري صفرا. أنا ادخاري صفر، لا موجب ولا سالب. اللي سبقوا الادخار الصفر يسمى ادخار بالسالب، لكن الادخار السالب 250 غير 500 غير 750 غير 1000، عمال الادخار بيزيد. طيب فعندي 4000 دخل، كان الاستهلاك يساوي الدخل، المنتج الدخل اللي جاي من الدخل، الدخل اللي جاي من المنتج مساهمة الموارد الاقتصادية سوى الاستهلاك، يبقى أصبح الدخل الادخار صفرا، أي أصبحت الحال في حال توازن. مع زيادة الدخل اختلال آخر إلى 5000، زاد الاستهلاك فقط من 4000 إلى 4750، أي أصبح هناك استثمار زايد أوفر 250 إضافة للمخزون. مع 6000 زاد الاستهلاك إلى 5500، فأصبح الادخار الموجب 5000 زيادة للمخزون 500. إلى 7000 زاد الاستهلاك إلى 6250، نعم زيادة لكني أوفر في الادخار إلى 750، وهكذا تستمر العلاقة فيبان الرسم ده. وهذه نقطة التوازن، هذا هو ادخار موجب، فرق أن الدخل أكبر من الاستهلاك، وهذا هو ادخار سالب لأن الاستهلاك أكبر من الدخل. كيفية حساب
الميل المتوسط للاستهلاك والادخار والميل الحدي للاستهلاك والادخار، وما العلاقة بين الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار والميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار؟ كيفية حساب هذه الأشياء؟ وما هي الملاحظات التي توجد على هذه الحسابات أو الجدول؟ وما هي نقطة التعادل؟ وكيف يتم حساب الميل المتوسط للاستهلاك؟ وكيف يتم حساب الميل المتوسط للادخار؟ وكيف يتم حساب الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار؟ وما هي العلاقة القائمة بين الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار؟ وما هي العلاقة القائمة بين الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار؟ وهل إذا علمت بالميل الحدي للاستهلاك يمكنني أن أعلم الميل الحدي للادخار؟ وهل إذا حسبت الميل الحدي المتوسط للاستهلاك يمكنني حساب الميل المتوسط للادخار؟ وما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على الاستهلاك غير الادخار، غير الدخل سوري، وما هي العوامل التي تؤثر على الاستهلاك غير الدخل، وما هي العوامل التي تؤثر أيضا على الادخار غير الدخل؟ لأن الاستهلاك أصبح وجه عملة مكملة مع الادخار، لأن القاعدة أن الآي أو الدخل أو الواي يساوي السي زائد الاس. كل هذا يكون معنا في المحاضرة التالية اللي هي المحاضرة رقم 6. يعني احنا تكلمنا كده عن المحاضرة رقم 5، خدنا 1 في مفاهيم أساسية، 2 في بداية الناتج القومي الإجمالي، 3 و4 وكان شرحها معهم المباشر في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي وطرق قياسه وعيوبه وميزاته، 5 خدتها في بداية تحديد مستوى الدخل التوازني في شرح وتفهيم الأول المدخل إلى مستوى الدخل التوازني، وخدت الدخل التوازني في قطاعين لسه ما كملتهمش وما زلت ماشي، فتأتي المحاضرة 5، فأنا قلت برفع لكم 4 و5، وممكن الباوربوينت ده بتاعنا يستمر للسابعة والثامنة، فيبقى علينا حوار المرة الجاية في الشريحة لكيفية حساب شريحة رقم 8 في كيفية حساب الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للادخار والميل الحدي للادخار، اللي هي في الشريحة رقم 7 هنا في الترتيب القديم، أو ربما تأتي عندما أبدأ بالشريحة 34 إلى 52، تأتي هي في الترتيب المهم فباين في ترتيب العمل. فإلى الملتقى إلى المحاضرة 6 بعد أن نأخذ رست قليل من المحاضرة 5 ونعود إلى المحاضرة 6 في شرح التوازن الدخل التوازني في قطاع في اقتصاد مكون من قطاعين. فإلى الملتقى بأمر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المحاضرة 5 إلى 6 إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.